انتقالا وزيرة البيئة والتنوع، وكذلك السيد الوزير البيئة السيد رافائيل. هذا المجلس اللي كيحتضن منذ امس لقاء ريجيون فور اللي لنا الشرف اننا نكونوا نائب الرئيس المكلف بافريقيا في هذه المنظمه العالميه اللي كتشتغل على التنميه المستدامه. فكان اللقاء الامس واليوم لقاء تقاسم، لقاء تبادل التجارب الناجعه في مجال التنميه المستدامه والحفاظ على التنوع البيئي، واللي دول كثيرة اللي شاركات واللي كانت حتى عن بعد أعطتنا ما قاموا به وما سيقومون به في المستقبل، واللي احنا بدورنا كمجلس قلنا لا شنو ممكن نديرو في البي دي ار ديالنا من أجل هاد الحفاظ على البيئة والمساهمة الفعلية الجادة في التنمية المستدامة.